الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت تقارير صحفية عن تراجع كبير في حركة الأسواق العراقية بفعل ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم وتآكل مدخرات المتسوقين. ونقلت التقارير عن مواطنين قولهم إن التقلبات في سعر الصرف بات الشغل الشاغل للعراقيين لانعكاساتها الكارثية على أوضاعهم المعيشية وقدرتهم الشرائية التي تتراجع يومياً على وقع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بسبب تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار. وأشاروا إلى أن أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر وأن أسعار الاحتياجات الرئيسة مرتفعة أيضاً ولا تتناسب مع قدرة غالبية الناس الشرائية. بلغت مبيعات السيارات في العراق خلال عام 2023 نحو 127,749 سيارة، وبنسبة ارتفاع بلغت 18%. وذكرت شركة مختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات أنه من ناحية البيانات التراكمية لعام 2023 على مستوى العلامات التجارية لا تزال سيارات كيا في الصدارة، حيث تم بيع 32,547 سيارة بارتفاع ما نسبته 8.8%، تلتها تويوتا ثانياً التي بلغ إجمالي مبيعاتها 32,204 سيارات بارتفاع بنسبة 21.3%. طالبت أكبر نقابة في المغرب برفع الأجور والمعاشات بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في البلاد. وقال الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق إن من بين النقاط التي تم طرحها في الحوار الاجتماعي مع المعنيين بشأن رفع الأجور سواء بالقطاع العام أو الخاص، وهو أهم مطالب النقابة. وأضاف المخارق أن من بين المطالب أيضاً تخفيض الضرائب للأجور لأن الضريبة المقتطعة من الأجور مرتفعة، إضافة إلى رفع معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور. ارتفع العجز العام في فرنسا إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك تقديرات الحكومة في مشروع الموازنة بحسب ما أظهرت بيانات رسمية. وذكر المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي في بيان له أنه في عام 2023 وصل العجز العام إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الدين العام إلى حوالي 111% من الناتج المحلي بعد 112% بنهاية 2022. وأوضح المعهد أن العجز العام يبلغ 154 مليار يورو مقارنة ب 4.8% في عام 2022 و 6.6% في عام 2021. ارتفعت أسعار النفط العالمية لتتعافى من انخفاض جلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحداث بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكي. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 29 سنتا لتصل إلى 86.38 دولار للبرميل. أما العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فإنه ارتفع بمقدار 41 سنتا ليصل إلى 81.76 دولار للبرميل. والآن مع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ومع أسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء. قبل الختام مشاهدين